ما سيدي راه البنت ديالي مات مها، بقيت غير انا وياها. الكبيره راه تزوجات في دارها كلشي، وبقيت غير انا وياها وداك الفجغيطه. يا داك البنت عطاني سيدي ربي المرض، مرت. هي اللي كتديني للسبيطار، هي اللي كتخدم عليا، هي اللي كتصدر عليا، هي اللي كتصبني، هي اللي كتفرشني، هي اللي كتوكلني. سمعتي، خرجت اختها لقاتها راه ميتة تما، ورجعت عندي انا ما سايق الخبر كاع. قلت يا الوليد، وانا فاطمة تبعات نط، لقيت البنت ميتة، قطعها الراس، دارها له على الجنازة، قطعوا له المناخر، مشى بحالو. السلام عليكم، انا با سيدي بوزكراوي من سوق الحد وادي فران. هاد الضحيه اللي مات اختها مجوجها خويا، وهاد الناس هادو راهم نسابنا الله يعمرها دار. ما عمرنا سمعنا منهم الكلام ديال العيب ولا شي مشاكل، ولا ما كاينش حتى شي مشكل بيننا وبين هاد الناس. راح الصباح سمعنا بانه ديك السيده تذبحات، مشينا كنجري ولقينا الجنازه في واحد الجهه، لقينا الراس في واحد الجهه. اش غادي نقول لك، تصدمنا واحد الصدمه ما ليها قياس. وهاد السيد هذا مريض بمرض السرطان، راه مخرج مصران من الجنب، ما عنده لا باش يشري لا خناشي لا حتى حاجه. هاد البنيه هي اللي خدامه عليه، وشي خدمه في هاد البلاد ما كايناش. خدامه غير من الموسم للموسم، كاين موسم حب الملوك كتمشي تخدم فيه، موسم ديال التفاح كذلك، موسم ديال الجلبانه، وهاد الشيء كامل كتجمعوا كتصرفوا على باها بهاد المرض هذا اللي فيه. هاد الشيء كامل تيديوه التحاليل ويديوه المركوب ويديوه هذا. السيد ما خدام، هي غير تخدم غير دوك المواسم. اش غادي نقول لك، حالة الله. السيد اللي كيسرح عند خالها راني كنعرفو السيد كيصلي، هذا هو ما تنويش فيه هادشي اللي دار كاع. ولكن هاد السيدة هادي اللي توفات عندها المشاكل مع خالها على القضية ديال الورت، ومهم راها بحال مع خالها بحال المش والفار. الورت عندهم هنايا في هاد البلاصة فاش توفات، وعندهم الورت بالنواحي ديال البقرية جهتي تزر، محيط ما عندهمش خوهم. قالت لخالها خلي لنا هنا نخليو لك في الجبل، هو قال لها لا انا بغيت نشد لك هنا. قالت له ودي هذا الشيء راه قليل، ما عندي ما نعطيك هنا، سير شد في الجبل ونشدو حنا هنا. اللي قال لنا باها واختها، ما حنا هذا الشيء ما علمناش عليه. وما قالوا لك سيدي خالها كيحرش السرح، الله اعلم شي ما شفناه. هاد الايامات مني تصبحت السيده راه ضربوا بعضها، راه كاينه شكايه عند الجندار. اخويا اش غادي نقول لك، كنطالبوا من جلاله الملك ومن المحسنين وكاع اللي بيدو شي حاجه يشوف الحاله ديال هذا السيد هذا. ها هو راه مصران خارج له من الجنب، ما يعدل لا الخدمه لا اللي يصرف عليه، ما كاينش اللي واخا يعطيوه الناس حتى يعياو. وديك البنيه صغيره راه كتقرا، انت شتي غادي تشوف الموقع ديال فين كاينه الجريمه، مسافه ديال 4 كيلومتر ولا 5. امها اللي كتديها تقرا ولا كيديها هذا السيد هذا، دابا غادي تصدق خارجه من القرايه. وتنطلبوا من جلاله الملك ومن المحسنين يشوفوا من الحاله ديال هذا السيد. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.